معكم موقع العرب. أسدي أبو إياد، أحد المرشحين في قرية دير الأسد، معك موقع العرب، شو تقييمك للوضع حتى هذه الساعة؟ تقييمي أن ما زالت نسبة التصويت منخفضة، وكما أرى الانتخابات هادئة. دغري علي. لا أستطيع الحكم على وجوه الناس. شو بتتأمل في آخر النهار يكون؟ أنا نعم. المهام اللي قدامكم شو هي؟ المهام اللي أمامكم مش صعبة، مش هينة. قرب. ولكن كل مهمة مهما بلغت من الصعوبة يمكن مواجهتها وحلها. في من الانتخابات، اول شيء انه الاداره السابقه كانت اداره فاشله، وانه اهل دير الاسد المعلقه امال على الاستاذ نصر صنع الله. ان شاء الله هو اللي بيلحق. اول شيء احنا مبسوطين بشغله، انه الاجواء بين الناس، بين المرشحين، بين الناخب كثير ممتازه. يعني بتلاحظ عندنا في الاعراف كل المرشحين قاعدين حد بعض، الكل بيحكي، الكل بيمزح، بتواجدوا بالفرح بالكره مع بعض. واليوم نفس الشيء، واليوم ممتازة، الأجواء طيبة بين الناس. حتى امبارح كل المرشحين زي تقول عملوا دعوات لحواليهن بهدف انه قديش ممكن نحافظ على الهداوة، وقديش ممكن نحافظ تهدئة الأوضاع والأجواء. طبعا حتى التصرف إذا صار غلط من فلان نتغاضى عنه، نتحمله. يعني أهل دير الأسد شو بيأملوا من الرئيس القادم؟ والله كل خير زي ما بتعمل كل العالم من الرئيس. بلدنا بحاجة لشغل كثير. طبعا كانت الظروف صعبة لدير الأسد، خاصة في قضية الدمج، وكثير من الأمور والمشاريع توقفت وبحاجة لإكمال. في يعني مشاريع كثير اللي ما بديتش كمان. نعم. وأنا صحيح يعني بعد ما فك الدمج بتصور إنه هذا كان ثقل على الكل وانزاح. إحنا بلدنا الحمد لله عشنا كل الوقت، عنا مشاريع، عنا تطلعات لقدام. باللحظة اللي بيكون ثلاث بلاد، يمكن هالرئيس اللي بيطلع بعده مش ضارع انه يخدم ثلاث بلاد، يحكي ثلاث بلاد. عشان هيك أنا بيك حجي. السلام عليكم. عليكم السلام. بس عشان هيك لما بيكون في رئيس واحد لبلد واحدة بتصور هذا أفضل. بدل ما الواحد، أنا بقول بدل ما يكون واحد عنده 10 أولاد يعطي اهتمامه لعشر أولاد، إذا عنده ثلاث أولاد بقسم هالاهتمام لثلاثة، إذا قسمها لعشرة بنزلوا بصير لكل واحد بس 10%. شو الرئيس اذا بيعطي كل اهتمامه لبلد بيشتغل فيها. شكرا. نتمنى من الرئيس اللي بيطلع ان شاء الله ما يخيب امل حدا ويشتغل لمصلحه البلد ان شاء الله. الله كريم. شكرا. على خير وتنتهي والبلد تظل كلياتها عيلة واحدة وتحافظ على علاقة طيبة الواحد مع الثاني. نتمنى الخير للجميع ان شاء الله. طبعا في مهام صعبة امام الرئيس القادم للمجلس المحلي. فترة الدمج كانت فترة عصيبة شوي، توقفت الكثير من المشاريع. بالنسبة للفترة مش راح تكون أصعب من فترة الدمج أو الدمج اللي يكون لما كان في عجز 120 مليون شيكل و 60 مليون شيكل بالغلط. غلبنا الوضع ومشينا الأمور وجبنا ميزانيات لمشاريع. راح تكون مشاكل دير الأسد صغيرة نسبيا لمشاكل الدمج بشكل عام، وبتأمل نقدر نتغلب على هاي المشاكل إن شاء الله ونحلها، ونقدر نخدم أهل دير الأسد الجميع على أحسن صورة، ونجعل من دير الأسد
عبقري مميز ان شاء الله. شو الكلمه توجه لاهل البلد من اجل يعني انهاء اليوم بخير؟ الناس بتوجهوا سبق وحكيت امبارح في اجتماع في المقر الانتخابي انه بطلب من الكل يتعاملوا باسم انتخابات حضريه ديمقراطيه تمرق الانتخابات على خير بدون مشاكل بدون زعل بدون نقاش، والانتخابات ليوم واحد ودير الأسد لكل الحياة. بتسير بشكل جيد، وعي المواطن جيد، الهدوء يسود الانتخابات، روح التعاون التسامح. بتأمل انه هذا يستمر حتى الانتهاء من كل عملية التصويت وفرز الأصوات. ثقتنا بالناخب الدراوي عالية، وباعتقادي انه احنا في موقع متقدم ومتميز. يعني الرئيس القادم وراح يقعد على الكرسي امامه مهام ليست بالهينة. ولا مرة امام رئيس سلطة محلية بتكون مهمة سهلة، حتى لو كان الوضع المالي احسن مما يصفون في دير الاسد، بظل المهام هي صعبة جدا لأن احتياجات القرية كثيرة جدا جدا، ومهما أخذت من ميزانيات بظل أنت بحاجة لأكثر، فلذلك التحديات كثيرة والصعوبات أكثر وعلينا أن نعمل. شو كلمتك لأهل البلد في هذا اليوم؟ كلمتي لأهل البلد أنه نحافظ على الهدوء، نحافظ على انتخابات حرة ونزيهة، وأتوجه إلهم أنه يشوفوا في الرجل المناسب ويعطوني ثقتهم، وإن شاء الله منكون عند حسن ظن أنه نقدر نخدم هذه القرية بأمان وإخلاص. شكرا جزيلا لك. شكرا.